مساء الفل والهنا والسعاده والتفاؤل والحب، مساء كل حاجه حلوه عليكم. رجعت لكم تاني حلقه جديده. الحلقه المره دي مختلفه عن كل مره، الحلقه المره دي اجتماعيه. هتكلمنا عن صله الرحم في رمضان، ازاي نصل صله الرحم مع اهالينا اصحابنا قرايبنا. النهارده مشرفنا في الحلقه دكتور سامح نصر الدين، خبير تنميه بشريه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه والقناه كلها وبرنامج طيبين. نورتني يا دكتور في البرنامج. احنا يا دكتور هنطلع نشوف اغنيه بنشكر فيها السيسي. الاغنيه ديت اخراج المخرج عابد زين. هنطلع نسمعها ونرجع تاني للمشاهدين. يلا بينا اعزائي المشاهدين، نطلع نسمع الاغنيه ونرجع لكم. رجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا الاوبريت الجميل دوت بتاع المخرج عبيد زين. طبعا احنا برنامج عايشه بسعاده يا دكتور بنشكر الرئيس على انجازاته الجميله، وربنا يقدره طبعا انه يكمل. وبعد كده برضه بنشكر الجيش. الجيش فعلا احنا قاعدين في البيت والجيش بره، احنا مش حاسين باي حاجه بصراحه. بالظبط. لا نشكر طبعا سياده الرئيس السيسي طبعا، وكمان الجيش مجهودات. حتى يعني شوفي حضرتك احنا بنتكلم على الارهاب واللي بيحصل وسينا، وبعدين دخلت دلوقتي كمان معانا ازمه كورونا. فبصراحه يعني الدوله شغاله كويس جدا في الموضوع ده. ايوه بصراحه شغاله كويس جدا. هي عايزه بس مننا الالتزام، بس التزام. احنا مش ملتزمين. احنا بنشوف حاجات والله يا استاذ شيرين بالليل بعد الفطار، حاجات غريبه. ايه الزحمه دي جدا؟ ايه الزحمه دي لحد بعد 9 حضرتك؟ لحد بعد 9 العربيات واقفه بره لحد الساعه 12 والناس في الشارع. طب ليه؟ طب يا جماعه ليه بتخنقوا الشرطه والجيش؟ او مش هنقول الشرطه والجيش، بتعملوا ليه في نفسكم انتوا كده؟ أيوة. يعني ما هو بلاش اختلاط، بلاش اليومين دول الا في حاجه ضروري، مشوار، حاجه انت قادر ان انت تاجلها اجلها، او خليها الصبح بدري وخلاص. عشان كده فعلا احنا بنشكرك يا سياده الرئيس، وربنا يخليك لمصر. يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا النهارده معانا دكتور سامح. اول حاجه ان دكتور سامح مذيع في راديو اف ام، عنده برامج هناك. عارفه برنامج حضرتك يا عم احنا في رمضان. ايوه. وقعد على خفيف. وقعد على خفيف. قعد على خفيف. قعد على خفيف كده زي القعده بتاعتنا كده يا استاذ شيرين كده، عشان قعدتك في البرنامج فعلا خفيفه ودمها خفيف. ميرسي خالص. نعمل ايه نهزر في الكواليس اصلا؟ فطبعا اكيد يعني ده حاجه جميله. لا حضرتك برضه اعلامي يعني معروف يعني. لا يا فندم، لا يا فندم، الشرف ليا. النهارده طيب الراديو بقى مختلف بقى شويه، كانت تجربه بقى مختلفه شويه جنب التنميه البشريه او الاداره، كانت تجربه مختلفه. ان انا اعمل برنامج في الراديو بقى، وان انا اطلع اقول اللي انا عايز اقوله. ان انا اقول مواضيع مثلا ممكن تكون يعني اجتماعيه، طبعا انا ما بتكلمش في حاجه الا اجتماعيه، ماليش في الجزء الرياضي او السياسي او الديني او كده، ولكن طبعا مع الضيوف. وقعده على خفيف دي قاعده مع ضيف، فلازم يبقى الضيف معانا وتبقى القعده على خفيف بقى، ونتكلم في كذا موضوع، منها يهم البلد والجمهور، ومنها في نفس الوقت نقدم حاجه كويسه شويه على قد ما نقدر. النهارده يا دكتور موضوعنا عن صله الرحم. طبعا الموضوع دوت مهم جدا في حياتنا. طبعا اول حاجه هتكلم فيها صله الرحم مع الاب والام. طبعا طبعا بننسى نفسنا جامد قوي. وفي كتير بينسى نفسه وبينسى والدته ووالده بزوجته اولاده. بتؤيد كده يا دكتور؟ ما هقول لحضرتك يعني كلامك مظبوط فعلا، للاسف ده للاسف، لان طبعا مع رتم الحياه السريع ومع التكنولوجيا ومع التطورات السريعه اصبحت للاسف ناس كتير قوي بتنسى فعلا اهلها، وبتنسى ابوها وامها، رغم ان هم بيبقوا دول جدود بقى وعايزين يشوفوا اولادهم وحاجات كده او احفادهم، ولكن يعني ده طبعا شيء سيء جدا جدا جدا. يمكن احنا دلوقتي اهو في وقت اللي هو منها رمضان، يعني المفروض حتى لو مش هنقول نتقابل بقى عشان احنا بالنادي بالتباعد الاجتماعي على قد ما نقدر، لكن على الاقل التليفونات ما بطلتش، السوشيال ميديا اللي ممكن تتكلموا فيديو، ممكن تتكلموا في التليفون، لو قادر ان انت تروح روح، لو قادر يعني، لو ما فيش اي مشاكل في الصحه يعني سواء للطرف ده او للطرف ده. لكن فعلا في عدم البر ده وحش قوي. مشكله كبيره. وحش. بينسوا نفسهم، هم عندهم كنز كبير جدا. طبعا بينسى الكنز دوت، والدنيا بتلهي والحياه واولاده. بس انا بوجه رساله لاي ابن مقصر من ناحيه والدته او والده، راجع نفسك. يا ريت راجع نفسك، يا ريت تراجع نفسك، يا ريت فعلا. وفي الازمه دي يعني انت، احنا ما بين نارين يعني، ما بين رمضان والاحتفالات وكعيد عامه او كايام جميله كلها يا رب تعدي علينا على خير
ويزول الوباء ده والغمه دي. يا رب يا رب. وما بين الناحيه الثانيه كورونا، يعني انت لو ما كنتش بتطمن على اهلك في العادي اطمن عليهم في رمضان وفي كورونا، يعني اطمن عليهم. الفرصه جت. ايوه الفرصه جت، وزي ما قلنا تليفون بقى سوشيال ميديا، مهم ان انت توصل لهم وتكلمهم وخلاص. أيوه. على قد أيوه. ما تقدر. احنا في كمان ازواج بيسمعوا كلام زوجاتهم وبيأثروا من ناحيه والديهم. إيه لا بلاش مامتك، لا ما تكلمهاش، لا ما تروح لهاش. لا طيب ايه رايك في كده؟ لا طبعا دي كارثه. بتؤيد انت الموضوع ده؟ لا طبعا مرفوض رفض تام من الجنسين. يعني سواء الراجل الزوج، يعني خلينا نقول الزوج اللي هو بيبقى بيسمع كلام زوجته وبينسى اهله، او العكس الزوجه اللي بتمشي مع زوجها وتقول ما هو جوزي وابو عيالي ومش عارف ايه وتنسى اهلها. الاثنين غلط. انتوا يا جماعه انتوا ارتبطتوا ببعض، حبيتوا بعض، انتوا متجوزين ان شاء الله بقالكوا سنين السنين، مش هتعوض الاب والام. صح دول اللي هم بداوا. انت بقى اتجوزت وانت عندك كام سنه؟ هنقول يعني في بعض الاماكن مثلا اتجوزوا 16 سنه 17 18. أيوة. ده لو سن صغير. طب ماشي، ال 16 سنه دول انت كنت بتعمل ايه؟ هم دول اللي ربوك فيهم. بالظبط. هم دول اللي كبروك، علموك، وصلوك بقى المهنه، الشغلانه، لايا كانت انت فين. فلا طبعا ما تنساش الاهل. يعني طبعا. وبعدين ده لا بس برضه ما يكفيش التليفون، يعني ما فيش ابن طبعا يتصل بوالدته بتليفون او بوالده بتليفون، ما بيكفيش اتصال بتليفون. لا طبعا ما يكفيش. لازم ان هم يروح لهم ويشوفهم عايزين ايه، ولازم يتحمل مسؤوليتهم طبعا، لان هم تعبوا عشان خاطره. لا ده انا اقول لحضرتك، يعني احنا مثلا لو اتكلمنا بقى قبل كورونا، فيما قبل كورونا احنا كنا بنتكلم مثلا في ازواج او زوجات ما بيشوفوش، وحضرتك ياما شفتي طبعا كتير طبعاً في مجال الاعلام معاكي كتير. او في مجالات اخرى هتلاقي ان هم ممكن ما بيتقابلوش مثلا الا في الاعياد بقى، العيد الصغير والعيد الكبير ورمضان، اول يوم رمضان واللمه والكلام ده. طب وانت طول السنه ما بتسالش عليها ليه؟ او ما بتساليش عليها ليه؟ يعني بتعملوا ايه؟ يعني كان في ايه الانشغال، مدى الانشغال اللي هو انت ممكن توصل له لدرجه ان انت ما تسالش على ربوك؟ ما ينفعش. ما ينفعش. صح 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 صح. هي فعلا يعني ظاهره متواجده موجود في حياتنا. للاسف موجود، للاسف. والدنيا بتبقى واخداهم كتير قوي، بس الاولاد اللي بيودوا او والدته دار مسنين او والده عشان مش قادر انه يرعاه، او مش قادر حتى لو مراته. لا دي بقى الاكبر، يعني دي زي ما حضرتك بتقولي، يعني احنا شوفي بالنادي زي ما حضرتك عملتي كده نداء كده للناس تسال على اهلها، تلاقي بقى الناحيه الثانيه اللي بيعملوا الكارثه الاكبر، ان هو ما اصلا ما بيروحش في الايام العاديه، بل بالعكس ده بيخليها كمان تروح دار مسنين ولا مش عارف دار ايه، ويقول لك العيشه هناك حلوه وجميله. مش قادر تستحملها؟ مش دي اللي استحملتك زمان وانت صغير؟ مش ده اللي صرف عليك وانت صغير، سواء الاب او الام يعني. فطبعا يعني هي بقت مشكله. يمكن الحته دي بتاعت عقوق الوالدين وكده هقول لحضرتك برضو لو فكرت فيها شويه هتلاقيها ان هي جت شويه من ان احنا بنتطور، فاكرين نفسنا ان احنا قلبنا على الغرب شويه. احنا بناخد لا حد حضرتك في الغرب برضو في الغرب لا بالعكس مش موجود كده بالعكس برضو. صح. ما انا هقول لحضرتك في بعض الحاجات اللي هي متباعده قوي او المدن المزدحمه ممكن مثلا ما بيوصلوش لاهاليهم الشغل لاهيهم حاجات كده، لكن تعالى شوف بقى للريف الاوروبي او تعالى شوف بعض الدول الثانيه، هي عاداتهم زي عندنا على فكره. أيوة. وبيقعدوا وعندهم الويك اند ده لازم فيه العيله ولازم فيه الاب والام والجد والجده ومش عارفين. لا طبعا عايزين نعيد تاني بقى الحاجات دي. ناخد الاتصال ده، المخرج عبيد زين معانا. يلا بينا. الو 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 الو. ايوه مساء الفل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة. انت الله يكرمك. ايه الجمال ده؟ الله يكرمك يا استاذ. ايه الاوبريت الجميل ده؟ والاستاذ الضيف اللي مع حضرتك. دكتور سامح معانا. شرفنا بيك يا دكتور، كل عام وانت بخير. ازيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب؟ الحمد لله، ربنا يكرمك يا دكتور يا رب، وعم يعني يعديها علينا بخير يا رب. اللهم امين يا رب. وانا كمان عايز اهنيك والله فعلا على الاوبريت، انا لسه شايفه دلوقتي بس تحفة. يعني دي اقل حاجة بنعملها لبلدنا. أكيد يعني دي أقل حاجة من أي حد بيحب مصر بيقدم حاجة جميلة، يعني خطوة بنقول لمصر إحنا موجودين، يعني حاجة بنقدمها بشكل كويس لمصر. صح. لا ومش مجاملة فعلا والله يا فندم، هو جميل جدا، يعني الفيديوهات اللي فيه حلوة والصور فيه حلوة جميلة بصراحة، ما شاء الله. ألف مبروك يا فندم. الله يكرمك يا دكتور، يعني شهادة أعتز بيها والله. ربنا يخليك. أستاذ عبيد، إحنا النهاردة بنتكلم عن صلة الرحم. جميل. ايه راي حضرتك؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، صله الرحم ده حاجه مهمه جدا بيبقى فيها تواصل اجتماعي. يعني انا اساسا من الصعيد، من الاقصر يعني، فدي حاجه صعيدي زينا يعني كده. اجدع ناس. الله يكرمك يا استاذ يا دكتور، فدي موجوده يعني زي ما بتقول لحضرتك متوارثه فينا. ممكن يكون نزول شغل، انا اتولدت في القاهره وفي القاهره هنا الحياه، القاعه في القاهره
صعب شويه يعني الشغل والناس، فتلاقي يعني النقطه دي مفتقدينها بنسبه كبيره قوي في القاهره، انما عندنا في الصعيد او يعني ارياف مصر ممكن تلاقي صله الرحم دي متواصله اكتر من الايقاع هنا في القاهره. صح. لا بس والله برضو في الصعيد برضو مفتقده، في ناس كتير قوي مش بتسال على بعضيها في الصعيد برضو. هو في 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 بنسبه يا استاذه، في بنسبه بس مش زي ما بتكون موجوده في يعني في صعيد مصر او ارياف مصر. اقل شويه يا استاذ امير مش كده؟ بالظبط كده يعني الحمد لله. يعني هو عامل التربيه، يعني عامل التربيه صله الرحم لما التربيه نفسها بتاثر في الجيل اللي طالع. ايوه صح. طب يعني ايه رايك في الابن اللي فين الراي ولا لا؟ ايه رايك في الابن اللي بيقصر في عدم السؤال على والده ووالدته؟ ده حاجه صعبه يعني، انا دي بنشوفها كتير قوي. ايه دي بنشوفها كتير قوي يعني، انا بتاثر بيها اقسم بالله العظيم لما بشوف مثلا كمان الدراما المصريه قدمتها يا استاذ عبيد. نعم فندم. الدراما المصريه قدمتها السنة دي. لا دي قدمت في اعمال دراميه من قديم وجديد يعني حاجه لا تفوق يعني انا بستغرب مثلا ما حدش يسال في امه وابوه او في عمه او في خاله، ما يسال طعم. يعني دي بتبقى حاجه صعبه. بس ليه يا استاذ عبيد يعني لو سمحت لي ان انا اسالك في حته فنيه بقى شويه. اتفضل يا دكتور. دايما بيبقى يعني حضرتك عارف مثلا في عيد الام الاحتفال بقى عملاق باغاني مش عارف بمسلسلات بافلام والحاجات دي كلها. طب ليه الموضوع بتاع الوالدين بالذات ما بيبقاش فيه برضو يعني يعني احترام الوالدين والسؤال عليهم ما بيبقاش قويه قوي كاغاني او حاجات كده، ما بتظهرش على الساحه كتير. وفيها تقصير، انا وافقها يعني، انا مع راي حضرتك في تقصير في الحته دي شويه. يعني احنا الفتره الجايه دي او المحنه اللي احنا فيها ديت محتاجه بقى المفهوم والفكر يتغير. صح. يعني يبقى في توعيه اكتر نبقى كلنا واحد، صله رحم تزيد اكتر، يبقى في تواصل اكتر من كده. يعني انا معاك في تقصير في الحته دي كاعلاميا او اعمال يعني دراميا مؤثرين فيها في الحته دي في الميديا كلها. بالظبط الميديا كلها هي في يعني محتاج توعيه اكتر. انا عايز اقول لحضرتك ده النهارده انا بشكر اصلا استاذه شيرين من قبليها على الكليب بتاع حضرتك مش مجامله، وعلى موضوع الحلقه لان موضوع الحلقه حلو قوي بجد، احنا كلنا محتاجين. لا انا والله يعني استاذه هي فاضله وانا متابع حضرتك واتشرفت ان انا يعني اتكلمت معاك، وبرضه انا في حاجات ثانيه بجيبها لها. انا كنت عامل كليب، اول كليب اتعمل على الكورونا ده لحن واغنية حسن دنيا. جميل انا سمعته. حلو ده. كورونا جميل. كورونا مرض مفتي او مرض فتاقه بقى عطل الاستاذه ويبقى في متابعه دي ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. تمام. ودايما تمام. في نجاح يا استاذ عبيد على طول، وان شاء الله الاوبريت اللي مع الفنانه جواهر ده هناخده بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. هو برضه في مفاجاه بس بعد العيد كده ربنا يسهل بكمل. كيلو كباب هو عامل اهو فيلم كيلو كباب. في نادر مع بوليف مجموعه حلوه. بالتوفيق دايما يا فندم. بالتوفيق دايما استاذتنا. يا ربنا يكرمك والدكتور ربنا يكرمني. ميرسي خالص لمداخلتك الجميله ديت ودايما في نجاح. يا رب اللهم يعني يا رب. كل عام وانتم بخير يا رب، وكل عام وانتم بخير وعلى مصر الجميله. وتشرفت تحياتي. واحنا تشرفنا بيك. تحياتي يا فندم. الله تحياتي ليكي. تحياتي. المخرج عبيد ده من الناس الجميله جدا جدا واعماله فعلا ممتازه. هو الكليب اصلا شوفي خطفنا ودانا في حته تانية انا وانت كده. هو اول ما بعته لي بصراحه عجبني جامد قوي 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 يعني، حتى احنا بنشوفه دلوقتي ودانا في حته تانية خالص. حتى انا قعدت اقارن يعني، هو كان بعت كذا حاجه قلت له لا ده بصراحه تحفه. هو انا اخد ده وفعلا انا حسيت فيه برساله عايزين نقدمها للرئيس. بالظبط. وكمان زي ما بقول لحضرتك يعني الموضوع بتاع حلقه النهارده الموضوع اللي بيتناوله دراما كتير زي ما حضرتك قلتي، بس فعلا عايزين نزود شويه يبقى في توعيه اكتر. يعني طبعا مش هتجيب برنامج واثنين وثلاثه وفيلم واثنين، لا لازم توعيه عامه. صح ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع لموضوعنا بقى صله الرحم وعقوق الوالدين. يلا طبعا انا عايزه اوجه رساله لكل زوجه بتمنع زوجها من صلة الرحم مع والدته أو والده. فعايزة أقول لها إن لو هو فرط فيكي ثقي تماما، الست اللي حملته 9 شهور وربته سابها عشان خاطرك أنتي فبالتأكيد هيسيبك. صح. هتبقي سهلة عليه. صح. فأنا بنصح كل زوجة قولي اللي خلص ضميرك، هو براحته تحمليش وزر.
ده اللي انا اقدر اوجهه للزوم. هو يعني حضرتك جبت اللب الموضوع، يعني جبت الحته المهمه اللي جوه، وفعلا لو واحد فرط في ابوه او امه اللي ربوه، طب ما هو اكيد هيفرط فيكي. بالظبط. ولو واحده برضو نفس الكلام على الزوجه، لو فرطت في اهلها طب ما هي هتفرط فيك في يوم من الايام. فيا ريت اي واحد مقصر من ناحيه والديه فوق شويه، احنا يعني الايام ديت احنا في وقت اي انسان ممكن يموت في اي لحظه، للي بيشوفنا كلنا دلوقتي بقى يعني ارفع السماعه واتكلم. بالظبط يعني كده، قول طيب داخلين على السحور مثلا، ارفع السماعه واتصل. احنا برضو صله الرحم كذا حاجه، هي الارحام كتير. مين هم الارحام؟ اللي هم قرايبنا، مش الاب والام بس، لا لا لا، والخال والعم والخاله وكل القرايب. ايوه، وكمان ممكن تصل للجيران. بالظبط كده، اللي احنا كنا بنقول زمان كان يقول لك سابع جار، صح كده؟ لا لا، وهي بتختلف، في ناس ممكن اتصل بيهم بالتليفون، وفي ناس بعمل لهم زيارات، وفي ناس بشوفهم في مناسبات، وفي ناس بشوفهم على اعياد. فهي بتختلف، يعني صله الرحم بتختلف كذا حاجه. طبعا طبعا، فاللي نقدر نعمله نقدر نعمله. وهي زي ما حضرتك قلتي، حتى لو دخلنا في القانون شويه، احنا مش متخصصين في القانون، بس يقول لك الدرجه القرابه معانا على فكره، للدرجه معانا في القانون، هيدخل معانا القانون هيخش دلوقتي. طيب حلو، محمد هيدخله دلوقتي، العدد هيدخله. عايزين نساله السؤال ده يا فندم بقى، لو درجه القرابه مش عارف، في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه وهكذا، يعني الاقارب من الدرجه الايه؟ ايه يا شباب، جاهزين بالاتصال القانوني؟ عشان دخلنا في القانون غصب عننا دلوقتي. فتلاقي الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، ففعلا خدهم بقى دول كلهم، اسال عليهم، استفاد بالوقت. احنا دلوقتي في ناس كتيره بتشتكي جدا، يعني يمكن حضرتك شايفه اليومين دول ناس بتشتكي تقول لك احنا قاعدين ما بنعملش حاجه، قاعدين في البيت، ما فيش شغل، ما فيش مثلا، عندنا وقت كتير ضايع، غير رمضان كان وقته بيجري. بالزبط. فدلوقتي الوقت كتير، طب ما تستفاد بالوقت ده بقى، يلا ارفع سماعه التليفون كلم دول، لو تقدر تروح لحد روح، لو ده ينفع، يعني مش هيضرك ولا يضرهم عشان التباعد الاجتماعي. لكن لو في حد مش هتقدر تروح له، وماله، كلمه في التليفون، كلمه فيديو كول يا سيدي، اعمل اي حاجه. لا بس ده للقرايب او الجيران، لكله بقى. بس الاب والام لا، لا دول هنشيلهم بقى دول من الموضوع ده، عشان ما حدش يفهمنا غلط، مكانه ثانيه دول. ايوه بالظبط، دول خليهم في حته ثانيه. ايوه، لو في حد مقصر من ناحيته برفع سماعه التليفون، لو مريض بسال عليه. في رمضان بنقول كل سنه وانتم طيبين، اللي متخاصمين بيتصالحوا. في ناس بنلاقي بس كده على السوشيال ميديا، زي ما حضرتك بتشوفي كل الناس تبعت يعني اول يوم رمضان وقبل رمضان كده بيومين الرسائل اللي بتجي لنا، غير كده بقى تلاقي ما فيش، خلاص ما حدش بيسال فيك بعد كده. هي دي مشكله. هو من صلاها صلته ومن قطعها قطعته. صح صح، فعلا مختصر مفيد. هي دي هي دي هي فعلا. عايزين فعلا الناس ترجع تاني، الناس ترجع تكلم بعضيها، ترجع تكلم بعض وتسال. على بعض، قادر تروح تزور خير وبركه، مش قادر خلاص بالتليفون. وخدها بقى، يعني زي ما حضرتك بتقولي كده، خد بقى الاب والام دول، خد الخال والخاله والعم ومش عارف ايه والكلام ده كله، وارمي الناحيه الثانيه الاقارب البعيد شويه، اللي عنده قرايب في البلد، اللي عنده قرايب في صعيد، اللي عنده مش عارف ايه، اسال عليهم بالتليفون. في شماعه بنعلق عليها دايما اخطائنا، اصل انا مش فاضي، اصل انا الدنيا لهياني، اصل انا عندي مشاغل، اصل برجع متاخر. هل ده يمنع من ان احنا نسال على قرايبنا؟ لا، ما يعني بصي هقول لك على حاجه، كلنا كشعب مصري يعني، واحنا اولهم برضه، ما احنا مصريين دايما عندنا الحجه، عارفه اللي هو دايما بالظبط كده، تعرف تودي اصل الشغل بقى، وبص الدنيا ومش عارف ايه، ورمضان بيجري. فدلوقتي احنا اتزنقنا. لا تقول بقى شغل، شغل عامه، يا انت قاعد، يا اما عدد ساعات الشغل قلت، او بتشتغل من البيت، يعني طبعا كل واحد حسب طبيعه شغله. او الناحيه الثانيه، وقت رمضان فاضي كتير، وادينا قاعدين بالليل في الحظر من الساعه 9 ل 6 الصبح، انت قاعد فاضي. ايوه، اتكلم بقى واسال، جات الفرصه فعلا. يمكن رب ضاره نافعه، يعني ساعات بتنفع في حاجه، يعني رغم ان احنا بنقول كورونا عملت لنا ضرر على مستويات كتيره جدا. لا طبعا، لا بس في ناس بتتواصل برضو يا دكتور، في ناس بتتواصل. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك رب ضاره نافعه، هي ضرت في ناس حاجه برضو، لكن تنفع. لما بتكون اسره صغيره بيعزموا بعضيهم، الاب والام بيعزموا اولادهم. بالظبط، يعني في ناس مش منقطعه، يعني في ناس مش منقطعه تماما. ايوه، ما انا بقول ان هي فعلا كده، هي ضرتنا من ناحيه، ربة الضرر نافعه، ولكنها هتنفعك في دلوقتي، عندك وقت. بالظبط كده. هي ناس مش حاسه بالموضوع دوت، الدنيا واخداها، كل واحد بيحاول يجري ورا اهدافه هو، وناسي صله الرحم دي. بالظبط، زي اللي هو زي ما بقول لحضرتك، شوفي لما احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه على موضوع الاستهتار، الناس اللي مستهتره واللي بتنزل وعماله تخرج في تجمعات زياده قوي من غير سبب، انتوا مش هتسكتوا الا لما الاعداد توصل كام؟ مش هتسكتوا الا لما حد، طبعا بعد شر عن اي حد يحصل له حاجه او يجي له مرض، يعني كورونا او حاجه. ليه؟ كنت لسه شايفه فيديو في بولاق تقريبا لتجمعات شارع كامل. حضرتك شفته؟ لا، ده دنيا تانية. اقول لحضرتك بولاق والاماكن طبعا اهالينا كلنا بس على دماغنا، بس حاجه جميله، بس مش كده.
يعني كده يا بس هم مش قادرين يبعدوا عن الحاجات اللي احنا تعودنا عليها. عارفه اللي هو زينة الشارع. ايوه بالظبط كده. ولعب الكوره. لا لا كمان كانوا عاملين عزومه كبيره جدا اسريه لكل المنطقه. ما عارفه العدد برضو كان كتير. هم كان كتير. ايوه كتير قوي. بس دي بتدل برضو على الارحام برضو. هي صله رحم. بس يعني يمكن عشان بس الوقت جرين. ده وجيران. يعني كنا دول نسقف لهم ونقول يعني الف تحيه ليهم طبعا. في حاله بس لو احنا مش في الوضع ده. صح صح. لكن الوضع ده فعلا هي بس الاعداد بتزيد للاسف يعني. يا رب يسلم يا رب يسلم ان شاء الله. فعلا فعلا يسلم ويعفو عنا يعني ان شاء الله. دكتور انت الموضوع ده اتكلمت قبل كده فيه في الراديو. صله الرحم. اتكلمنا في الموضوع ده كتير في الراديو. كانت في حلقه وكنا العكس بقى يعني كان في دكتور التنميه البشريه كانت موجوده. ايوه طبعا يعني الف تحيه ليها طبعا وشكر ليها. هي قالت مبدا حلو قوي يعني انا هقوله لحضرتك ولكل الناس طبعا اللي بتشوفنا اللي هو ايه السعاده. ايوه فيلا يعني صله الرحم لو تقيل عليك معلش مشوار تقيل عليك تنزل تدور العربيه وتروح تركب مترو وتركب ميكروباص براحتك بقى شوف انت بتعمل ايه. تقيل عليك المشوار ماديا مش مهلك قوي ولكن شوف الناحيه الثانيه. ده انا اكلمك من الجانب الدنيوي مش الديني كمان يعني الجانب الديني اتكلمنا فيه كتير. ولكن الجانب الدنيوي شوف السعاده اللي هتجيلك وهتيجي لاهلك لما تعمل الزياره دي بتبقى جميله جدا جدا. انا نفسي بكون سعيده جدا لما بروح عند حد من قرايبي. بس كده شوفي حضرتك لما ترجعي بقى بيت العيله تروحي تزوري بيت جميلة العيله جميلة. انت بتفتكري الذكريات وده مكان مش عارف ايه وانا كنت بقعد هنا وكنت هنا وده المطبخ بتاعنا القديم والحمام القديم ومش عارف ايه. حقيقي انت بتتبسط انت نفسيا بتبقى مستقر يعني لو دخلنا علم النفس انت هتلاقي نفسك مبسوط واهلك مبسوطين. طب ليه ما نعملهاش؟ هي الفكره في كده. ده غير بقى خالص بقى مش هنتكلم بقى صلاه الرحم والدين يا جماعه بيقول لك ايه وكل الاديان السماويه. ده انا بقول لك السعاده بالظبط. صح. لا حاجة. كمان في حاجه برضو انا سمعتها في برنامج حضرتك وعجبتني جامد قوي ان لما بنيجي رايحين نزور اهل الزوج تفضل تقول الام بقى قدام الاولاد ايه ده يلا عشان نخلص. افتكرت الموضوع انا كده الموضوع بتؤيد انت الموضوع ده ان هو اللي تفضل تشت. بصي عشان ما نزلمش الستات. لا حرام. ولا برضو الراجل بيعمل كده. الراجل تلاقي الراجل وهو رايح لحماته يلا بقى ننجز بقى وبتاع ونروح لهم على الفطار. ده لو في حاله رمضان كدا. مثلا دلوقتي بتبدا 6 ونص مثلا تقريبا فنروح 6 وربع مثلا ولا 6 وثلث وننزل 7 سواء بقى حظر مش حظر بقى انا بتكلم عن بالظبط نفس الكلام. الست تقعد تقول له لا بقول لك ايه ما نتاخر شويه طب ما يلا نمشي بسرعه طب يلا مش عارف طب ليه يا جماعه. لا والام اللي كتير بتتكلم قدام اولادها على اهل الزوج او الاب اللي بيتكلم دايما على اهل الزوجه كارثه. طبعا هم مش عارفين ان الاولاد بينغرس فيهم الموضوع دوت وبيطلعوا بالظبط مش بيحبوا بعضيهم. انا هقول لحضرتك يعني احنا حتى لما كنا بنتكلم في الحلقه واحنا دلوقتي بندردش انا وحضرتك كده هتلاقي ان الموضوع كله ايه. الطفل الصغير ده عامل زي كارت الميموري يعني مثال اهو عشان كلنا نبقى فاهمينه. كارت ميموري صغير حضرتك انت بتحط عليه زي ما بنحط شويه صور وشويه فيديوهات وشويه وورد على اكسل على بتاع على شغلنا كل واحد انت عمال تحط ده على الموبايل لحد ما بيتملي. هو بالزبط. الطفل كده انت عمال تخزن في الذاكره بتاعته. ما يحبش تيتا ما يحبش جده. ايوه انا ما بحبش البيت ده اليوم ده انا بروح متضرر بالبلدي بقى كده بالعاميه. فبتلاقي ان الطفل ده هيكبر يعمل ايه؟ ما هو مش هيروح لحد ومش هيعمل صله رحم لوحده. صح. طبعا يعني ربنا يدي الصحه للجميع ولكن لما ابو يعني الجدود تموت طب وبعدين هو بقى ايه؟ مش هيوصلك انت كاب او انت كام بالظبط. مش هيجي لك لانه برده ما مصيره يكبر ويتجوز. هو شايف بالزبط. قدامه بالزبط. كما تدين تدان بالظبط. يعني اللي انت بتعمله هيتعمل معاك. الله ينور عليك. احنا عندنا مثل في الصعيد بنقوله يعني ان مسيرك يا مرات الابن تبقي حما. لا تاني بقى كده مسيرك يا مرات الابن تبقي حما. حلو حلو ده. بصي ده لخص الدنيا كلها اللي هو يعني ادي مرات الابن انت بقى في يوم من الايام هتبقي حما فايه خلي بالك من نفسك. ما تعمليش معانا بقى الاتصال القانوني. يلا بقى ايوه كنا عايزين نسال. الو ايوه معانا المستشار كمال يونس. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا سياده المستشار. ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللساده المشاهدين. تحياتنا ليك. اهلا وسهلا سياده المستشار. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. سياده المستشار كل سنه وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة وأيام مبروكة علينا وعلى مصر كلها يا رب إن شاء الله. يا رب. وقريبا قريبا كده بإذن الله
تزاح هذه الغمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. واسمحي لي بس ان انا اتوجه بالشكر اولا للسيد رئيس الوزراء على المجهود الكبير جدا اللي بيبذله في مواجهه هذا الوباء العالمي. الحقيقه انا متابع ومتابع فعلا. جيد، اعتبر نفسي متابع جيد للمجهود اللي بيبذله معالي رئيس الوزراء، وربنا يوفقه ان شاء الله، وقريبا قريبا باذن الله تنزح هذه الغمه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا سياده المستشار. النهارده موضوع الحلقه عن صله الارحام. الله. تمام تمام. طبعا حضرتك انت مستشار ومحامي كبير. تمام. حضرتك بنسالك بقى. تمام. عندك قواضي كتير اسريه. طبعا. شوفي حضرتك، احنا طبعا يعني انا راجل برضو عجوز شويه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليكي. وعاصرت طبعا يعني فترات كتيره، وشفت زمان، انا هقول الحقيقه يعني، كان زمان في صله رحم غير عاديه كنا بنعيشها. انا بقول لك بصراحه يعني، انا فاكر زمان رمضان ده ما كناش بنفطر في يوم في بيت واحد، كان كل يوم عند عمتي يوم، عند خالاتي يوم، ولاد خالاتي يوم، ولاد عمتي. كنت تشوفي المنظر حاجه تفرح يعني الحقيقه. انا بقولها ودي ظاهره، الفتره او الاونه الاخيره طبعا صله الرحم بقت مش هقول منقطعه، انما بقت ضعيفه جدا جدا جدا. اضافه الى كده، ويمكن حضرتك قلتيها في جمله مفيده دلوقتي، ان احنا في المحاكم في القضايا بنشوف كم من القضايا ما بين اقرب الناس لبعضيهم. بالظبط يعني كده. أما ايوه حقيقي تطور، يعني اما نشوف اخ رافع عليه على اخوه قضيه بسبب ميراث أيوة. يعني حاجه يعني حق ربنا، وبنت بترفع مثلا على ابوها وعلى امها قضيه حجر. يعني انا مش عايز اقول الفاظ قانونيه جامده عشان المشاهد برضو، انما الحقيقه والحق يقال ان اصبحت المحاكم الان تعج بالقضايا اللي هي يعني ما كناش نتخيلها في يوم من الايام، او ما كناش نتخيل ان هي تكون بالكثره دي او بالعدد ده في الفتره دي. فدي حقيقي حقيقي يعني ظاهره، وظاهره ندعو الله مخلصين له الدين ان هي تنقشع زي ما كده الوباء كورونا تنقشع، وتعود الوئام، ويعود المحبه للاسره وبين الاقارب وبين الارحام. ويعني هنقول ايه، بس هي الدنيا واخداهم يا سياده المستشار. نعم الدنيا واخداهم. طبعا. طبعا طبعا. بس حتى برضه يا فندم يعني انا هقول لحضرتك، انا لسه الفتره اللي فاتت ديت يعني ام بنتها راحت حطتها في دار مسنين. لسه كنت بقول للدكتور دلوقتي لسه بنتكلم مع يا معالي المستشار في الموضوع ده، ان فعلا بقت دلوقتي بقت كتير قوي على دار المسنين على طول، فبقت الموضوع بقى كتير قوي. حصلت والله حصلت، ويمكن انا يعني بحاول اتدخل الفتره اللي جايه لعل وعسى انجح ان هي تاخدها. وهقول لحضرتك انما هقول هي ظاهره، وبقول يعني ندعو الله ان هي ظاهره تنقشع ان شاء الله. وطبعا مشكرين ليكم ان انتوا فتحتوا موضوع زي كده، لان طبعا انا متابع ومفيش ما شفتش في الاونه الاخيره اي برنامج من البرامج تعرض لهذه الظاهره التي بدات تتفشى في المجتمع المصري. فانا بشكركم طبعا ان انتوا تجرأتوا وفتحتوا موضوع خطير زي ده هو. بالتوفيق. ويا ريت يا دكتور، يا ريت يا سياده المستشار يجيب نتيجه. لسه بقول للدكتور دلوقتي يا رب يجيب نتيجه. بس قبل ما تقفل بقى معالي المستشار. نعم ابدا. قبل ما حضرتك تقفل بس، ده انا عايز اسالك على حاجه كده. طيب بسن حضرتك وخبره حضرتك طبعا ومقامك الكبير، ايه من وجهه نظرك بالمشاكل الكتير اللي حضرتك شفتها، طب الحل ايه؟ يعني توجه لهم رساله يعملوا ايه؟ هقول لحضرتك طبعا، انا هقول الرساله ان هي لازم نبتدي من المدرسه، من السن الصغير. أيوة. لان انا عايز ازرع في الاجيال الصاعده صله الرحم. لسه بنقول يعني هو ده الاساس، ولازم وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه
تتعرض لهذه المواضيع. وبعدين أنا هقول لحضرتك برضو الأفلام والمسلسلات التي تعرض يجب أن تراقب جيدا، مراقبة جيدة، من أن يعني تكون ظاهرة صلة الرحم يعني ظاهرة فيها جدا. أما المسلسلات بقى والأفلام اللي فيها والبلطجة ومش عارف إيه والحاجات دي، مش عايز أذكر أسماء معينة، إنما طبعا كل الناس عارفة وكل الناس شايفة بكل واضح. فهي حضرتك لابد من إن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عليها دور خطير جدا 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 جدا، وعليها أن تتبوأ المكان المناسب لزرع صلة الرحم بين الأجيال الصاعدة. صح كلام حضرتك مظبوط. هو فعلا المدرسة والإعلام يعني حاجتين حضرتك أثرتهم تمام جدا. طبعا. بس برضو بيرجع برضو للجوء للقضايا، بيرجع انه برضو مفيش تواصل. مفيش أكيد. تواصل رحم. لا اكيد على فكرة اي حد بيلجأ للموضوع ده سواء ابن او اخ او اي حد من دولت، حضرتك بتعرف ان من البداية زي ما بنبني عمارة كده، لو بنيناها سليمة بتطلع طول حياتها سليمة. لكن لو عملنا خلل في أي مبنى من الأدوار اللي احنا بنبنيها لازم العمارة هتقع. أكيد طبعا. فلازم في خلل في حاجة معينة وصلتنا لكده. للأسف إن احنا مش بنحاول نحل الخلل ده. الأساس يا فندم زي ما بنقول الأساس. الأساس المدرسة والأساس وسائل الإعلام التي تبث الأفكار والآراء، ولازم نزرع فيهم دي. وانا على يقين ان شاء الله ان الفتره الجايه والامل موجود باذن الله. ان شاء الله. ميرسي على مداخلتك يا سياده المستشار. اهلا بك يا شكرا معالي المستشار. شكرا لحضرتك. صح تمام. حتى يعني القانون بيقول نفس كلامنا. يعني سياده المستشار اهو راح قال الكلام اللي هو فعلا الاساس. ايوه وجبناها المدرسه. شفتي حضرتك بقى زي ما احنا احنا لسه بنتكلم بنقول التربيه وبيغرز ايه في الطفل او في الطفله. صح. فهو المدرسه عليها دور. عليها دور. لا بس يا دكتور البيت الام طبعاً والاب طبعاً دول اكبر دول طبعا، لان تعالي نحسبها كوقت. انت النهارده انا او حضرتك او اي حد يعني من الناس اللي بتشوفنا، انت يومك 24 ساعه. الطفل بيروح المدرسه قد ايه؟ 5 ساعات، 6، 8، يعني ايا كان بقى المده اللي هو بيروحها قد ايه الطفل في المدرسه. طب الباقي ما هو قاعد معاك في البيت بالظبط. فاحنا لو قلنا المدرسه عليها الربع التلت، طب وانت فين؟ هي دي مع دي الاثنين لازم يبقوا مع بعض. ولو تفتكري حضرتك برضو احنا ناخد من كلام معالي المستشار في الحته دي اللي هو كان زمان الدنيا ايه، كان زمان برضو ممكن نكون برضو معاه في تقل على الدوله في حاجات كتير مش هنقدر يعني نقول يعني مثلا لا معلش الدوله متضرره في الحته دي، لا ما غصب عنهم. فالنهارده كانت وزاره التربيه والتعليم، يعني اسمها تربيه وتعليم، ما بتكلمش على الجامعه بقى خلاص ما هو كبر، ولا لما يجي يعمل ماجستير ولا دكتوراه انا ماليش دعوه بقى ده حاجات علميه. انا بتكلم في البدايه في التربيه والتعليم، نديهم بقى شويه حاجات من دي، نزرع شويه تاني المناهج اللي هي تكون بدرجات. صح حضرتك بقى فاكره زمان التربيه القوميه ولا مش عارف كانت اسمها التربيه الوطنيه اللي كنا بناخدها، ما كانش عليها درجات للاسف. أيوه. لكن كانت مهمه وكانت بتدينا شويه عن بلدنا. بس هو بيتكلم على البنت اللي عامله حجر على والدتها دار المسنين. دي كارثه ربنا يهديها يا رب. حضرتك برضو برجع للام. هي ما احسنتش التربيه بالظبط، هي مدرسه عليها عامل، لكن نرجع الناحيه الثانيه البيت بالظبط وحدث ولا حرج بقى. هو انا بشوف كتير اخوات بيحبوا بعضيهم جدا. واللي في ايده في ايد اخوه، ولو احتاج اخوه بيديله. موجودين صح، موجودين فعلا. صح. في الحياه اللي احنا عايشينها صح، بس في حياه في بيوت تانية مش موجود. لا في بيوت تانية بدليل انت لما بتسال ازاي اخوك عامل ايه لك، كويس الحمد لله. هو ما يعرفش ان شاء الله الكلام اللي هو اللي خلاص المكالمات المعتاده او أيوة. الردود اللي خلاص ده انا ما شفتوش من شهرين ثلاثه وفي اللي من سنين بالظبط ده. فهي ما احنا ما بنقولش الاب والام بس يمكن دول الاساس، لكن الناحيه الثانيه احنا بنتكلم على كل ده. في عائلات حضرتك ممكن تسالي كده مثلا حد، انت شفت خالك امتى؟ ايوه بالظبط. ولا عمتك بقالك قد ايه؟ اصلها في البلد، اصل انا مش عارف كان عندي شغل ضروري. صح. عارف الوقت بقى والدنيا، ويقعد يقول لك كده كام حاجه كده ما لهمش لازمه، لكن في النهايه ممكن يكون داخل في سنه واتنين ما شافش دول. هيفتكر امتى بقى؟ لما يموت يقول لك يا كان نفسي كنت اشوفهم، كان نفسي اقعد معاهم شويه، كان نفسي اروح بيت العيله،
كان نفسي اقعد معاهم شويه واطمن عليهم. طب انت ما بتفتكرش الا لما تموت؟ او انت ما بتفتكريش الا لما تموت؟ بنرجع برضو للاساس. الاساس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الاساس بتبني صح؟ صح. بتفضل العماره زي ما هي. أيوة. سنين طويله. شوف احنا مع بعض في نفس الوقت. هي العماره لو انت ما حطيت الاساس تمام كده. الناس كده لما بنبقى ماشيين في الشارع شايفين بيحفروا تحت جامد عشان يرمي اساس صح عشان العماره تشيل. نفس الكلام ارمي للطفل تحت، الولد البنت ارمي له تحت، ما تهتمش ان انت تعلمه الانجليش والفرنش والدويتش ومش عارف ايه والماس والكلام الكتير ده. جميل ده علم بس هي برضو ما هو عشان البيت يدي ما فيش ام هتقرب الا اذا لقت قرب. يعني ما هي من ناحيتين بالظبط كده. من ناحيتين يعني ما يجيش ان انا افضل او حضرتك تقول لاولادك اهل باباك اهل باباك وهم نفسهم مش بيقولوا نفس الكلمه. هم بيسالك برضو طب انت بتقولي لي دايما هم فين. بالظبط ايوه. ما هو خلاص الطفل هم فين بيفهموا يعني. بيتكلموا طبعا. والعصر اللي احنا فيه ده مع التكنولوجيا مع التلفزيون والانترنت طبعا ليل نهار، حتى لو حاولت ان انت تقلل شويه لاولادك لكن برضو الانترنت خلاص بقى مفهم الاطفال كل حاجه. بالظبط. انت بتتعامل مع شخص كبير هو صغير سنا لكن مخه كبير. فلازم تبقى العمليه فيها تعاون شويه من الطرفين. ولازم زي ما حضرتك قلتي برضو في اول الكلام الاب والام يعملوا الكلام ده قدام ولادهم. بالظبط. انت ما تروحش تقول له ايه انت ما كلمتش تيتا النهارده، ما كلمتش جده النهارده. أيوه. ما كلمتش ليه خالك ولا عمه؟ طب ما انت الاول انت كلمتهم. هو ده السؤال بقى. بس كده انت الاول كلمتيهم يا ماما. أيوة. يعني قبل ما تسالي لاولادك شوفي انت الاول كلمتي ولا ما كلمتيش. هي دي المشكله. بنيه سليمه بالظبط. هي سلوك خلاص احنا بيبقى معتاد بعد كده بتبقى عاده لان انت وانس ان انت اول مره عملته او خلاص بما ان انت مره عملتها فتعودت في الثانيه في الثالثه. فالطفل طالع يشوف دي زي الصلاه زي الاكل. أيوة. زي الشرب كده زي حاجات كتير قوي. انت في الاول بتعلم الطفل ياكل ازاي بعد كده خلاص بتسيبه. في اولاد كتير جدا بنات بتيجي على نفسها وعلى بيتها وعلى زوجها في خدمه والدتها علشان خاطر توفر لها حياه كويسه وجميله. الناس دي انا بشكرها جامد جدا 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 على الهوا. بشكرهم جدا انه مش بيفرطوا فيهم. معنا اتصال مدام نبيله ونكمل. يلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي مدام نبيله؟ مدام شيرين. ازي حضرتك؟ منورة الصحة والجمال ومنورة بيوتنا كلها والله. ده نور حضرتك يا فندم. وضيفنا الجميل يعني دكتور سامح. ما شاء الله ربنا يبارك فيه كل سنة وهو طيب. وانت طيبة يا مدام نبيلة. حضرتك بخير يا رب كده وسعادة يا رب دايما. كلام حضرتك يعني كلام حضرتك مشرح للقلب بصراحة يعني. يا رب يا رب لينا كلنا يا رب. ايه رأيك في عنوان الحلقة وصلة الرحم؟ والله أنا سعيدة جدا إن أنتوا خصصتوا حلقة النهاردة على صلة الرحم. لان كلنا فعلا في اشد الحاجه لصله الرحم. يعني لو حضرتك تشوفي زمان كان في ترابط اسري رهيب. دلوقتي في ظل التكنولوجيا الحديثه والموبايلات ما عادش حد يعني بيرفع سماعه التليفون يطمن حتى على جاره او على اخوه او على اخته. فدي بقت حاجه محزنه جدا جدا بالذات في الايام دي بجد. صح. طب ايه النصيحه اللي تقدميها يا مدام نبيله؟ نعم. كان انت زوجه، ايه النصيحه اللي تقدميها لاي زوج ولاي بنت ولاي ابن للام؟ والله انا او أنا للاب يعني او لاهل الزوج او لاهل الزوجه، ايه النصيحه اللي تقدميها؟ والله انا عندي ثلاث اولاد فانا ربنا يخليهم صغرهم. ربنا يخليكي ربنا يبارك فيكي. فانا دايما اعرفهم ان اهم حاجه عندهم عمتهم يعني دايما يعني اللي قريبين مننا عمتهم لان خالتهم وخالهم يعني في محافظه ثانيه. فدايما اقول لهم دايما عمتكم لازم يتصلوا بيهم ولازم يروحوا لهم ولازم يودوهم. ده لازم لان دي صله رحمهم وانا هتحاسب عليها. وبقول لكل زوجه وكل ام يا ريت لو في خلافات ما بينك وما بين اهل الزوج ما تحطيش اولادك طرف فيها ابدا. لازم الاولاد يسالوا. هسالك سؤال، هم برضو عمتهم وعمامهم بيسالوا عليهم؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. انا الام بقى اللي هي متقربه لربنا قوي ما تحسبهاش كده. صح. ما تبصش هم هل هم بيصلوا يعني بيصلوا اولادي ولا لا. اهم حاجه عندي ان اولادي يصلوا رحمهم. هقول لحضرتك حديث بسيط يعني كان عن ابي هريره. قال الرسول عليه السلام ان اقاربه هو بيصلهم وهم لا يصلوه يعني حضرتك فاهمني. فالرسول عليه السلام قال له ابق كما انت يا ابي هريره يعني خليك زي ما انت. حتى لو هم مش بيبادلوا نفس الصله وقطعوا الرحم هو ما يعاملهمش بنفس المعامله. صح. وعايزه اقول للناس كلها اللي بتسمعنا والله يا جماعه احب الاعمال الى الله بعد الصلاه في اوقاتها هي صله الرحم. صح.
صح جميل. دلوقتي الخال بقى جار لابن اخته، والعم جار لاولاد اخوه، وما بيسالش عنهم ومقطعهم. طب ليه؟ طب ليه حضرتك كده؟ ليه ما تجمعش الاسره من تاني؟ لو حضرتك كمان جبتيها من جانب ديني وقلتي حديث شريف طبعا، وده ما شاء الله يعني صح كده، يعني كده خلاص قفلناها لهم بقى. أيوة اسالوا بقى. بالظبط يا دكتور، بالظبط. ليه احنا بالذمه يا دكتور احنا مش محتاجين وفي اشد الحاجه، لان يكون في ترابط ما بيننا. بالظبط، يعني كلنا محتاجين كده. وبعدين في خمسه لا تقاطعهم وان قاطعوك، الاب أيوة. والام والاخ والاخت والعم. والعم ده بقى يعني ولاد العم والاخت، ولاد الاخت والاخ واولاد. هي ما بتعنيش الشخص بس، ايوه واولاده. ايوه تمام. انا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه وينسى في اثره فليصل رحمه. ده حديث صحيح عن البخاري ومسلم. فالانسان بقى عايز ايه بعد صله الرحم؟ يعني ربنا ادالنا الدنيا وما فيها بسبب صله الرحم، طب هنعوز ايه تاني؟ صح والله. لا انت حضرتك والله يعني قلت الكلام اللي نفسنا نقوله وواجهتي بيه الناس، يعني كده مش عارفه اقول لك ايه يا مدام نبيله. والله الله ينور عليك. على اتصالك يا مدام نبيله وشرفتينا في البرنامج. الله يخليك، تسلمي. وشكرا لضيفنا، يعني شكرا يا دكتور ان حضرتك نورتنا النهارده، وفعلا والله كلامك دخل قلوبنا بصراحه. يعني ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا مدام نبيله، ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا مدام شيرين، ودايما في تألق دايما على قناه الصحه والجمال. ميرسي حبيبتي لاتصالك، كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه. كل سنه وانتي طيبه ورمضان كريم عليكي. علينا كلنا يا رب. شفتي؟ شكرا. يعني الحته فعلا بالاحاديث يا جماعه، ما حضرناش احنا احاديث اهو. وقتنا عدى بسرعه يا دكتور، عايزينك تقول لنا كلمه اخيره كده. كلمه اخيره عن صله الرحم، يا ريت يا جماعه تاني، ادي من الجانب الديني موجوده، ادي من الجانب الاجتماعي موجوده زي ما اتكلمنا، وكل طبعا المداخلات اللي اتكلمت. من الجانب الثالث قلنا السعاده، كفايه السعاده اللي انت بتخش عليك انت وبتخش على اولادك وبتخش على اهلك. يا ريت نرجع نسال الفترة دي ماشي على قد ما نقدر، عشان بس الكورونا والحظر والتباعد الاجتماعي، لكن بعد كده ان شاء الله الدنيا تفتح وتزول عننا الغمة دي، وافتكروا بقى تسألوا على طول بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. شرفتني يا دكتور. شرفتني. نصيحة برضو هقدمها لكل اللي بيسمعني، اي حد زعلان من اهله او زعلان من والده او والدته، المفروض دول ما بيتزعلش منهم، او مقصر من ناحية والدته او والده، الدنيا ما تاخدكش على فكرة، الجنة تحت أقدامهم. فياريت ياريت تراجعوا نفسكم كذا مرة. وأنا سعيدة أن أنا كنت معكم النهاردة، ورب أكون أسعدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.